الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وإدارات القوات المسلحة. صندوق تحيا مصر يوزع 20,000 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بمناسبة عيد الفطر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة نيفين جامع، كما اجتمع سيادته أمس أيضا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أي معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوؤ مصر لمكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار. كما وجه السيد الرئيس بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، وكذلك شهادة الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخرا من المؤسسات الدولية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الدكتورة نيفين جامع استعرضت خلال الاجتماع تقريرا متكاملا بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتعزيز دور الجهاز على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار ومساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات. شارك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وإدارات القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار. المزيد في سياق التقرير التالي. شارك الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعددا من هيئات وإدارات القوات المسلحة وعددا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار، والذي يأتي ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالي لكافة الوحدات والتشكيلات. ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر والتحديات. وأكد القائد العام أن الجيش المصري سيظل دائما مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن، وأن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة
قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. وقام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسؤوليتهم خلال الفترة الماضية. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. وزع صندوق تحيا مصر اليوم 20,000 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا في 7 محافظات من خلال بنك الكساء المصري و11 جمعية أهلية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، والتي وفر خلالها الصندوق 250,000 قطعة ملابس جديدة من مساهمة عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة لتوزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية من مختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجا مجانا.